مرحبا، كيف الحال؟ بدنا نصير نعمل فيديوهات نرجع. ليش؟ لأنه الكل قاعد بالبيت وأنا قاعد بالبيت لفترات طويلة جدا، وحاب أصير أشوف كيف ممكن أتواصل. جربت موضوع اللايف وكان جميل جدا، فهلأ بنسوي فيديوهات وبنرجع نسوي إيديتنج ونرجع نسوي شغلات. حاب أسمع منكم إنه ايش نوع الفيديوهات اللي بتحبوها. يعني انا عارف انه احنا نحكي عن السوشيال ميديا، نحكي عن المشاريع، نحكي عن شغلات اللي ممكن نستفيد من بعض. يعني انا استفيد منكم وانتم تستفيدوا مني، مش بس انتم تستفيدوا مني، لا، ولا استفيد منكم، احنا نستفيد من بعض. ف حاب اسمع وحاب نجرب هالتجربة الجديدة، ممكن تنجح ممكن لا، ممكن ازهق منها، ممكن بعد يومين ابطل، ما بعرف، ممكن انه تمشي ويعجبني التفاعل ونصير نستفيد من بعض. لأنه مؤخرا إلي عم بطلع على فيديوهات يوتيوب، في شغلات حلوة كتير صراحة، فخلينا نجرب ونشوف شو بيطلع معنا. شو رأيكم؟ يلا بيني، يلا بيني. مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن موضوع المحتوى، فبدنا نشوف شوي، نحلل بعض المحتوى البوستات اللي نزلتهم عندي ونشوف كل واحدة ليش صار عليها تفاعل أو ليش ما صار عليها تفاعل. فنطلع هون مثلا عندنا هاي، هذا بوست مثلا بعتبره أنا محتوى اجتماعي. محتوى اجتماعي أنا إيش بسوي؟ بجيب مقولة أو حكمة وبحاول أعربها وبجيب لها تفاعل مش بطال، يعني تقريبا 27 إعجاب. وهذا أنا سويت، أنا ما نشرتها من مكان آخر، أنا نزلت صورة عندي ورفعتها عندي وكتبت عندي. فلما أرفع الصور عندي معناته هذا محتوى أصلي، يعني محتوى نيتيف. النيتيف والأصلي بكون علامة الجودة تبعته بالنسبة لخوارزمية الفيسبوك عالية. أنا بكتر كتير من المحتوى الاجتماعي، المحتوى الاجتماعي أكثر محتوى بجيب تفاعل، وكل ما زاد التفاعل كل ما زاد الانتشار او ظهور المحتوى الاخر اللي عندي. في عندي هنا هذا محتوى مهم جدا. بيحكي المحتوى هذا عن انا مسجل ساعتنا، يس مسجل، اوكي. المحتوى هذا بيحكي عن سؤال، والسؤال هنا مهم جدا لانه في عندنا نوعين من الاسئله، في اسئله مفتوحه واسئله مغلقه. الاسئله المفتوحه مثلا شو فطوركم اليوم، الاسئله المغلقه حتفطروا بالبيت ولا حتفطروا برا. فشايفين كيف الفرق بين المفتوحه والمغلقه؟ السؤال المفتوح انا بدي افكر ومش عارف ايش، واحنا هلا نسبه التركيز قليله عندنا، فراح اتشتت وراح انسى اني اجاوب على البوست. ولكن اذا كان سؤال مغلق زي هذا مثلا، سهل، بدك تاخذ الحبة الزرقاء ولا الحبة الحمراء، الحبة الزرقاء بتعطيك هيك والحبة الحمراء بتعطيك هيك، معناته الجواب حيكون سهل لإلي وسريع، راح اجاوب وشوف التفاعل. 62 تعليق، فهذا يعتبر بوست ناجح. انا اشوف البوست هذا لانه انا سويت له نشر من صفحة اخرى، فمعناته علامة الجودة عند خوارزمية الفيسبوك حتكون شوي قليلة، فالتفاعل ما راح يكون كبير، مع انه البوست انا بعتبره قيم، هو عباره عن كتاب مجاني والكتاب جديد ومشهور، يعني القران نسخه شخصيه للدكتور احمد خير العمري. وبنصح كل واحد انه يقرا الكتاب، انا اليوم نزلته ان شاء الله حبدا اقرا فيه. سوزمي مش عارف شو مالي. فانا زعلان انه هذا البوست ما جاب تفاعل، فسويت شغله. شو سويت؟ هذا البوست عمره 5 ساعات 6 ساعات صار، وما تروحك نزلته بطريقة أخرى. فبحكي لك إنه الطريقة الأمثل مش إنك تعمل نشر، إعادة نشر من صفحات أخرى، لا، إنك تلخص أو تهيئ البوست وتنزله نيتيف وأصلي، تكتبه كتابة إنه كتاب قرآن نسخة شخصية للدكتور أحمد خير العمري، واللي بده ينزله في النسخة المجانية موجودة بالتعليقات. هيك راح يحظى بتفاعل اعلى بكتير. وسويت لكم التجربه هذه، فنزلته هي هنا، كتبت مين قرأ كتاب القرآن نسخه شخصيه للدكتور احمد خيري العمري نسخه مجانيه للكتاب بالتعليقات. فاجاني تقريبا خلال 44 دقيقه
17 اعجاب وثلاث تعليقات، تعليقين يعتبر يعني. حلو، فشفت ايش الفرق. فعشان هيك انا بحكي الشغل نص، شغل نصكم اني بس اعيد نشر او احط عنوان مقالي مع رابطها وبس برمي، هذا بعتبره شغل نصكم. ولكن الشغل الحقيقي لا، اني اكتب التلخيص، اني اهيئ الناس، اني اعرف ايش نوع محتوى بيحظى على انتشار اعلى من الثاني، واركز على اني اتعب شويه واكون صبر. قاعد بوست حلو، هو 8 ساعات بث مباشر لحصص تعليم لغه انجليزيه، وجاب تفاعل لا باس به. هذا بوست مهم، بس برضو التفاعل شويه متواضع. ليش؟ لانه عدنا نشره من صفحة أحمد بركات. إيش كان ممكن أعمل عشان ينجح؟ كان ممكن أنسخ كل هالكلام هذا وأنزل الصورة هذه وأرفعها عندي وألصق الكلام كله عندي على البوست كأني أنا كاتبه، وأكتب بالآخر إنه هذا البوست جبته من صفحة، وأعمل تاج لأحمد بركات. هيك أفضل بكتير من إني أكبس على الشير على البوست. فهنا من هنا بنعرف احنا كيف انه كل بوست كيف الفيسبوك بتعمل معه. مثلا هذه مقالة مهمة جدا، بس لانها جاي من موقع خارج الفيسبوك ما راح يكون في تفاعل عالي جدا. تفاعل لا باس به لان هي مفيدة للمقالة. هذا لانه من اليوتيوب شاف، ما فيش صفر، ما في اي قبل 5 ساعات مات يعني. هذا لأنه من إعادة نشر من هو برضو يوتيوب، بس لأنه الناس عم تستناه من سنة لسنة، فالموضوع مهم جدا، ففي شوية تفاعل عليه. actually تفاعل ممتاز يعني، 22 مشاركة وتعليقين و500، لأنه هي دعاية زين، الناس بحبوها كل سنة. طيب، وإن شاء الله نكون استفدنا بالفيديو تبع اليوم. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.